تشوف أنت رأس التحرير أنكم ساهمتوا في 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 هذا الجريمة إذا جاز التعبير، أو في هذا الوصول إلى ما آلت إلى السحابة الورقية، بمعنى أنكم أنتوا كنتوا الصوت الذي ينقل آلام التحرير والواقع وأي واقع معاش أمام أعضاء من الإدارة اللي للأسف في فترات مضت، صحيح أنكم مخطي، تعاملوا معها على أنها بقرة حلوب الصحف هذه، ولم يفكروا يعني تعاملوا معها كبزنس كأنها بناية ولا شيء. أنتوا ما تحملوا مسؤولية في أنكم ما وصلتوا هذا الخطر من بدري لهم لأعضاء مجلس الإدارة ولا توصل لأعضاء مجلس الإدارة؟ أولا شكرا أخوي علي على اهتمامك بهذا الموضوع، وأعتقد أنه موضوع حيوي وأنت ناقشته أكثر من مرة. صحيح. وهذه القضية حقيقة قضية تزعجنا وتألمنا كثير أن نناقش الوضع المأساوي اللي تمر فيه المؤسسات الصحفية في المملكة العربية السعودية. حقيقة رؤساء التحرير أو غير رؤساء التحرير قاموا بدورهم باللي يعني يفترض أن يكون، لكن المشكلة كان هناك عناصر كثيرة أو عوامل كثيرة أثرت على واقع الإعلام السعودي وعلى الصحافة الورقية. وزي ما ذكروا الأخوان في التقرير أنه الأزمة عالمية ليست أزمة محلية، لكن المملكة أو الصحف أو المؤسسات السعودية فعلا كان أحد الأسباب هو ملاك هذا المؤسسات الإعلامية فعلا ما فكروا في أن يكون عندهم منتجات ربحية أو روافد أخرى تستطيع أن تدعم الصحيفة الورقية أو تدعم أي قنوات إعلامية أخرى. هذا في السابق. التسارع اللي حصل في سوق الإعلام، تسارع الانحدار صار بشكل مرعب، يعني ما كان أحد يتوقع أو يتوقع أنه يصير هذا التراجع السريع. التراجع في